افتتحت السلطة المحلية بحضرموت مبنى إدارة الصحة والسلامة المهنية وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ورعت توقيع اتفاقية عمل لعدد 15 مشروع لعدد من المكاتب التنفيذية في ساحل المحافظة بتمويل وتنفيذ مؤسسة إسناد ضمن إطار العلاقة والدور الاستراتيجي بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في بناء التنمية المستدامة. في صباح يوم الخميس وسط مدينة المكلا، افتتحت السلطة المحلية بحضرموت مبنى إدارة الصحة والسلامة المهنية وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل جولة تفقدية لأقسام المبنى. زيارة السلطة المحلية جرى خلالها التوقيع على اتفاقية عمل ل15 مشروعا بساحل حضرموت في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية والتنموية بقيمة 280 ألف دولار أمريكي بتمويل وتنفيذ من مؤسسة إسناد. اليوم لدينا عدد من الاتفاقيات سيتم توقيعها في إطار القطاع التربوي والقطاع الصحي إلى جانب القطاع الأمني، فنتمنى دائما التوفيق والنجاح للجميع في إطار الجمعيات وفي إطار مكاتب الوزارات لدينا، ونريد أن نرى مثل هذه الإنجازات في بقية المكاتب والوزارات. اليوم طبعا تم توقيع اتفاقية 15 اتفاقية مرفوعة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نشكر مؤسسة إسناد على تمويلها لهذه المشاريع 15 مشروع متضمنة في مكاتب السلطات المحلية، حيث نعمل نحن سندا وعونا مع منظمات المجتمع المدني القدة بالقدة في تعافي السلطات المحلية في الإعمار في التنمية المستدامة لهذه المشاريع ولتعافي السلطات المحلية. إن شاء الله يكون عمل ممتاز جدا، خاصة بالنسبة لنا في الدفاع المدني وأيضا في تأهيل بعض السيارات الموجودة لدينا في إدارة الأمن، ولا ننسى بالأخير أيضا السجن المركزي السجن المكلا لإعادة تأهيل إن شاء الله، خاصة استيقاف النساء. توطيد العلاقة والدور الاستراتيجي بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية يجب أن يلعب دورا أساسيا في الوقت الراهن في بناء علاقات مستدامة لدعم السلطات المحلية لتنفيذ الخدمات المطلوبة بناء على الاحتياجات والأولويات في ظل العجز الحكومي. هذه المشاريع نحن نعول عليها كثيرا وهي متعددة في تأثيث وفي تركيب منظومات طاقة شمسية وفي مجموعة من غرف الصحة المدرسية في المدارس. بإذن الله تعالى نعول على مشاريع في بناء مدارس متعددة. هذه المشاريع متعددة في مدينة المكلا، في مديرية حجر، في مديرية ديس الشرقية، في مديرية الريدة وقصيعر، في مديرية شحر، وهذه قائمة المشاريع التي هي الآن سيبدأ العمل فيها. بعد توقيع هذه الاتفاقيات سيتم تنفيذ هذه المشاريع ابتداء من شهر ديسمبر 2023 حتى نهاية شهر فبراير 2024، وهذه المشاريع أتت بعد الجلوس مع المدراء المكاتب والتنسيق معهم، حيث تمت تنفيذ هذه المشاريع بإشراف مباشر من السلطة المحلية وأيضا مدراء مكاتب الدوائر الحكومية المعتمد فيها المشاريع هذه. هذه المشاريع الحيوية ستعمل على سد الفجوة بين السلطة المحلية والمواطنين وردم البعض من القصور للأجهزة الحكومية التي لم تفي بالتزاماتها ودون القيام بواجباتها خلال سنوات الحرب.